ما هي المعايير اللي بتتبعها انت في اختيار الممثلين بشكل عام، وعلى اي اساس اخترت الممثلين اللي قاموا بتجسيد ادوار مسلسل دروب المرجله؟ طبعا دروب المرجله كان يعتبر بالنسبه لي افضل عمل تم اختيار فيه الممثلين بشكل موفق، يعني كل يعني لو تجي تسال الجمهور من احب ممثل لك دروب المرجله بيقول لك تقريبا الكل، يعني صحيح. ما فيش يعني مثل اي عمل تشوف فيه اثنين ثلاثة مميزين داخل العمل، لا دروب المرجلة كل ممثل في إجماع الجميع يعني على الكل. طبعاً الخبرة طبعاً تلعب دور. احنا نختار الممثلين بعناية، يعني في كل عمل نعمل قائمة بالممثلين، مثلاً كل شخصية، مثلاً لو جيت شخصية مثلاً الشيخ صقر مثلاً أعمل أربعة ترشيحات وحنا نكتب النص ونظل نختار. طبعاً أنا أتشارك طبعاً في اختيار الشخصيات، أنا والأستاذ مختار قدسي والأستاذ خيال العامري اشتغلنا لمدة 4 شهور في كتابة النص. ده ساعة يعني الأستاذ مختار بيرشح ممثل، خليل بيرشح ممثل، نختار بعناية تامة حتى نقول لا هذا، أقول هذا الممثل هو المناسب. أحياناً نتصايح، يعني أحياناً أقول لا أنا ما أحبش، ما أريدش هذا الممثل، أشوفه مش مناسب، هذا الممثل مناسب 70%، هذا الممثل 100%، هذا الممثل 90%، مع أنه ما فيش ممثل 100% يناسب الدور يعني. الحمد لله يعني إحنا اخترنا الأدوار، حتى إن إحنا بدأنا نصور في أدوار رئيسية مثلاً لسه ما اخترناها يعني.